بسم الله الرحمن الرحيم. سيد المستشار المحترم، ما حصل خطأ ومتفق معك، والبحث الذي قمنا به أثبت أنه حصل خطأ في هذا الأمر. لم تكن هناك أي تعليمات، باش نكون معك واضح، من قبل وزارة الاتصال ما كانت عندنا حتى شي تعليمات، ولكن وقفنا على أنه فعلا حصل تقصير في ذلك. واش كانت النية؟ المعطيات اللي توصلنا بها قال لك ما كانت حتى شي نية في الإقصاء، والمعطيات اللي تقدمت لنا من الجواب اللي جا من الشركتين أكدوا فيه على الحرص، وأنه راه من بعد عم حرصوا أنهم يتصلوا مع الفيدرالية من أجل التوضيح، لأن حنا لا عندهم المراسلة اللي كانت جاتنا من طرفكم في الحين، لأن اللقاء كان في دوجنبير مباشرة. قمت أربعة دوجنبير على ما أظن، قمت بالإحالة وكان هنالك اتصال. لكن في العموم بالنسبة إلينا الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحضور ديالها وازن، جزء منه يعود للتمثيلية ديالها على المستوى مجلس المستشاري، ولكن هو وازن. نعطيك نموذج ديال 2013 و2014 على المستوى النشرات الإخبارية. في الفصل الأول 2013 كانت هي الأولى ب 22%، وفي نفس الفصل الثاني كانت هي الثانية ب 17.3%، هذه الفيدرالية. في سنة 2014 الفصل الأول كانت هي الثانية ب 18.7%. في البرامج الحوارية، هذه المعطيات ديال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في البرامج الحوارية الفصل الأول من سنة 2013 كانت هي الأولى ب 20%، والفصل الأول النصف الأول ديال 2014 كانت هي الثانية ب 16.3%. فبالنسبة إلينا ما عندناش شي قرار، بالعكس كاين احترام للتمثيلية النقابية، النقابات هي شركة وفاعل أساسي، وبالنسبة إلينا حنا ما يمكنش يوقع أي إقصاء لأن هذا جزء من الممارسة الديمقراطية. وشكرا. أولا أنا مستعد إذا يعني توصلت بمعطيات مدققة حول وجود جهة تدخلت، لأنه بالنسبة لإدارة القطب العمومي الأمر عنده واضح، ما يمكنش يوقع تدخل في هذا المجال، ولكن لا عندكم معطيات أنا مستعد نبحث نفتح تحقيق، وفي نفس الوقت نوجه شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لأن هذا أمر بالنسبة لينا تعددية الآن مكسب، وما يمكنش نقبله تحت أي ظرف كان. أي مس بمقتضيات ديال الحرية والتعددية سنتصدى له، وبالتالي لا عندكم معطيات مرتبطة ب يعني مدققة أنا مستعد نفتح تحقيق في الموضوع. شكرا. انتهى الوقت. انتهى الوقت. انا على ضوء راه اجبته.